السلام عليكم. نكمل حل كتاب جيم أولى إعدادي صفحة 255 من الوحدة، لا 255 إن شاء الله، من الوحدة الخامسة لأولى إعدادي الترم الأول. تو سبيس إز تو سليب فور أ تايم إن أتنت، هو حاجة أنت بتنام لفترة من الوقت في خيمة، يبقى ده كامب معسكر هدور عليها اللي هي بالبي. كم دي اسمها كم، اللي هي دي معناها مشط، اللي هو مشط بتاع الأولاد بيسرع شعره، تمام. البي مش منطقي، انما دي كان بمص. السؤال او يو اسكر، يعني السؤال الثاني، از بيس از بيج سترونج بيلدينج فروم ذا باست، هو عباره عن مبنى قوي من الماضي، مبنى قوي من الماضي اللي هي الكاسل، القلعه، الاجابه نمبر اي. بعد كده السؤال الثالث، از بيس از سمثينج يو باي تو ريمبر ا هوليداي، هو حاجه انت بتشتريها عشان تتذكر الاجازه، يبقى سيفونير، هديه تذكاري. السؤال الرابع، I usually أو usually go to Alexandria at my holiday، أنا بروح اسكندرية my holiday الأجازة بتاعتي، في أجازتي، يبقى to ولا for ولا from ولا إيه؟ يبقى أنا بروح اسكندرية لأجازتي، يبقى for، يبقى for my holiday، تمام. عندي بعد كده خمسة، السؤال 5، tourists go to the pyramids and not horses، السائحين بيذهبوا الأهرامات وبيركبوا الحصان، يركبوا الحصان اللي هي رايت، رايت هورسز. بعد كده السؤال السادس، I went to Hurghada and played with the space by the sea، أنا رحت الغردقة ولعبت مع إيه في البحر، يبقى هي لاينز أسود طبعا، لأ، جرافس زرافات، لأ طبعا، إليفانتس فيلة، لأ طبعا، يبقى دولفينز اللي هي الدلافين. السؤال السابع، in summer في الصيف we usually stay in our holiday، احنا في الصيف احنا بنستنى في holiday اجازة، flat شقة الاجازة، school مدرسة الاجازة، break فسحة الاجازة، rest راحة الاجازة، يبقى طبعا flat اللي هي شقة الاجازة. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال رقم 8، when we travel to another country we stay in، لما بنسافر لبلد تانية احنا بنقعد فين؟ بنقعد في الهوتيل الفندق، الاجابة نمبر دي. السؤال التاسع، most students like to go to space courses to be good at English، كثير من الطلاب بيحبوا يذهبوا إلى إيه؟ الكورسات، كورسات اللي هي الدورات التدريبية يعني، عشان يبقوا كويسين في اللغة الإنجليزية، تمام. rest ولا weekend ولا holiday ولا break، rest يعني راحة، weekend نهاية الأسبوع، holiday يعني أجازة، وعندي break يعني فسحة، فهي ديت اللي هي أجازة كورسية، اللي هي إن أنا في الأجازة يعني بروح كورسات دورات تدريبية، فبنقول عليها holiday courses اللي هي الإجابة نمبر سي. السؤال العاشر، I sat by the lake and so beautiful، أنا قعدت بجوار البحيرة وشفت إيه جميل؟ forests غابات، cars عربيات، views مناظر طبيعية، desert الصحراء، يبقى أكيد هي desert دي يعني صحاري، وviews اللي هي مناظر طبيعية، اللي هي الإجابة نمبر سي. السؤال اللي بعد كده اللي هو الحداشر، we went on a space holiday we enjoyed zero، boring fantastic bad interested، boring يعني ممل، fantastic يعني أجازة رائعة، bad اللي هي سيء، interested بمعنى شيق، احنا قعدنا في أجازة اللي هي بمعنى رائعة جدا واحنا استمتعنا هناك، يبقى كلمة fantastic اللي هي الإجابة نمبر بي. السؤال الاتناشر، I space lots of things from my teachers، lots of things كثير من الأشياء من معلمية، معلمية جمع معلمين، و I أنا يبقى taught ولا learned ولا studied ولا showed، taught يعني درست، learned تعلمت، studied يعني درست، showed يعني أظهرت، يبقى learned تعلمت كثير من الأشياء من مدرسين الخاصين بي. كمل حل من صفحة 256، There is a beautiful space from the top of the mountain، يوجد حاجة جميلة من قمة الجبل، يبقى في اللي هو مناظر. السؤال الثاني، a dolphin is friendly space animal، هي animal يعني حيوان، والدولفين اللي هو الدولفين يبقى حيوان بحري، الإجابة نمبر سي، سي برضه اللي هي بحر. The space is the most important woman in the country، هي أهم امرأة في البلد، يبقى كوين، ملكة، الإجابة نمبر سي. السؤال الرابع، if you want to be good at English you should go to the space school، لو انت تريد ان انت تكون كويس في اللغة الانجليزية ينبغي عليك ان انت تروح لمدرسة لغات، الاجابة نمبر بي. السؤال الخامس، most teachers ask us to space projects for homework، يبقى do، projects بتاخد do، معظم المدرسين طلبوا مننا ان احنا هنعمل
مشاريع كواجب. السؤال السادس: We spent a wonderful holiday in our grandparents' house. إحنا قضينا أجازة رائعة، يبقى had. فين had؟ آيت الإجابة نمبر إيه. السؤال السابع: You can see a lot of space for holiday courses in newspapers. أنت تقدر تشوف إيه كتير للأجازة، لكورسات الأجازة، للدورات التدريبية في الأجازة في الجرايد. طالما في الجرايد يبقى advertisements اللي هي بمعنى إعلانات. الإجابة نمبر بي. السؤال الثامن: Last year we went to Aswan and bought many space to remember the places we visited. السنة الماضية احنا ذهبنا لأسوان واشترينا كثير من ايه عشان نتذكر الأماكن اللي احنا روحناها، يبقى سوفينير زي أداة تذكارية، هي الإجابة نمبر دي. السؤال التاسع: I like to space and sleep in a tent. أنا بحب ايه وبنام في خيمة، يبقى كان بمعسكر، الإجابة نمبر ايه. السؤال العاشر: You can't do many things space the same time. أنت مقدرش تعمل كل الأشياء أو كثير من الأشياء في نفس الوقت، هي تاخد at the same times، إجابة نمبر A. السؤال الحداشر: Where did you go space holiday؟ هولي دي بتاخد حرف الجر on، أنت ذهبت فين في الأجازة. السؤال الاتناشر: I went to high place، أنا رحت المكان عالي، because there was a wonderful view، لأن كان في منظر رائع، of the city، للمدينة، نقط the top، the top يعني القمة، يبقى من القمة، يبقى أنا رحت مكان عالي عشان أشوف منظر رائع للمدينة من القمة، يبقى الإجابة نمبر B. صفحة 256: Did you sleep well؟ هل أنت نمت كويس؟ هتقول yes I did. طالما قلت yes يبقى did الإجابة نمبر D. السؤال الثاني: آيا went to school but she's based her homework. آيا ذهبت المدرسة بس هي نقط her homework، بس هي أكيد ما عملتش الواجب عشان حتى اللي بط هنا، يبقى didn't. فين آيا؟ تبقى الإجابة نمبر A. بس didn't لازم يجي بعدها فعل في المصدر صحيح، يبقى didn't do her homework. بالظبط، يبقى didn't do، يبقى معذرة، الإجابة نمبر C. السؤال الثالث: Where is base you go on holiday last year؟ تمام، في تمام، في هنا فعل في المصدر، في قبلها فاعل، ولاست يير يبقى زمن ماضي، يبقى هسأل ب did، الإجابة نمبر D. فعل مساعد بعد أداة الاستفهام did. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال رقم كام يا ربي؟ السؤال الرابع: did you، طالما في did في الأول بعدين فعل، أجيب فعل في المصدر على طول اللي هو اللي تحتيه على طول اللي هي climb. did you climb a mountain؟ هل تسلقت جبل؟ إجابة نمبر A. السؤال الخامس: how space you travel to Aswan last Friday؟ طالما هنا برضو فعل في المصدر وهنا في ماضي، يبقى دور دايما على did، يبقى الإجابة نمبر D. السؤال السادس: space she at club yesterday؟ بص هنا، طالما هنا في فاعل وفي هنا حرف جر وبعدها بيقول عليها جر ومجرور، مفيش فعل في المصدر، خلاص يا اما ووز يا اما وير، وادور على الفاعل، الفاعل هنا شي بياخد ووز. السؤال السابع: What did your mother space at the market؟ did موجوده بعد اداه الاستفهام، يبقى ادور على الفعل في المصدر، يبقى الاجابه نمبر A boy. يبقى انا كده مطلوب مني ان انا احفظ افعال كتير. السؤال الثامن بس هم معروفين، يعني اللي هي باي كتير قوي، وكلاين بتيجي كتير جدا، وسياره دي كتير جدا احفظ تصريفاتها. السؤال الثامن وهاف، طبعا السؤال الثامن: نقط your father arrive، هنا arrive فعل في المصدر، yes he arrived an hour ago، هو وصل من ساعة، برضو زمن ماضي، يبقى هل أباك وصل، لأن في فعل في المصدر، يبقى did، الإجابة نمبر C. السؤال التاسع: he's based me a present and I thanked him، هو أعطاني هدية وأنا شكرته. هنا الجملة التانية ماضي، يبقى برضو قبليها ماضي، يبقى give اللي هو التصريف الثاني من give، يبقى الإجابة نمبر دي. بالنسبة للسؤال correct: they didn't boot، طالما didn't يبقى فعل في المصدر، يبقى boot تتحول إلى buy. Where did you went، طالما في did وبعدين فعل، يبقى الفعل ده يبقى فعل في المصدر، went التصريف الثاني من go، go طبعا مهم برضو. Did you climb it، يبقى climb بس عشان في did. Do you watch last؟ لو في last يبقى في ماضي، يبقى did بدل do. في جزء في المحادثة هنا اللي هو في صفحة 256: Where did you go on holiday last year؟ انت رحت فين في الأجازة السنة الماضية؟ I went to Alexandria، انا رحت اسكندرية. Where did you stay؟ انت قعدت فين؟ I stayed in، يبقى هوتيل، فندق. وبعد كده سأله سؤال: Did you travel there؟ قال له I traveled space train، ترين اللي هي وسيلة مواصلة، بيجي قبلها حرف الجر باي، وهنا يبقى سألت على أداة أسماء وسائل المواصلات بها، أو بسأل على الحال أو وسيلة المواصلات.
يبقى how did you travel there؟ كيف سافرت إلى هناك؟ I traveled by train، أنا ذهبت أو سافرت بالقطار. Did you space is the sea؟ سي بحر، هل أنت عملت في البحر؟ البحر بيتعمل فيه إيه؟ يبقى swim اللي هو يعوم. يبقى did you swim in the sea؟ هل أنت عمت في البحر؟ قال له yes I did، نعم. What did you eat there؟ أنت أكلت إيه هناك؟ I usually not fish when I am there. يبقى طالما في did هنا يبقى لازم أجيب الفعل الرئيسي في الماضي، يبقى I usually ate. وحتى usually هي مضارع بسيط بس بتيجي في الماضي برضو لما أجي أتكلم على عادة في زمن الماضي، ودي هتاخدوها إن شاء الله تقريبا والله أعلم في أولى ثانوي وتالتة إعدادي برضو إن شاء الله. ماشي، يبقى إيه هنا؟ usually مستخدمة عشان دي بتدل على عادة في زمن الماضي.